الخير الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد كيف ما عودتكم دائما. مهم كيف ما كتشوفوا البنات، انا يلا غادي نوجد الفطور ان شاء الله. يلا هادي راه 8 ديال الصباح، فقت بكري شويه. المهم يلا صليت وساليت وغادي نوجد الفطور باش نفيق الدراري، لحقاش غادي نهبطوا ان شاء الله الاسفي. خلاص نوح انا غير كنفيق حتى هو كيفيق معايا، ها هو راه جالس كيفطر. المهم غادي نوجد الفطور، غادي نفطروا ان شاء الله وغادي نهبطوا الاسفي. المهم اللي درتها البنات هاد الصباح هذا ها انتما معايا. دابا غادي نوجد واحد البريريت ديال اتاي. وليداتي كيبغوا اتاي، ما كيبغوش القهوه. نسخن لهم هاد الملاهي كيبغيو يفطروا بيه. مالك مالك بنتي؟ ماما البنات كيف ما كتشوفوا انا وجدت لهم الطبله ديال الفطور، سخنت لهم هذاك الملوي وحطيت لهم خبيات والزيت والزيتون. يا ربي غير يفطروا ليا، راه ما كيبغوش يفطروا نهائيا. المهم البنات غادي نفطروا ونتلاقاو ان شاء الله، واللي درتها هذا النهار غادي تكون معايا. المهم البنات حنا يلا خارجين دابا، كيف ما قلت لكم ان شاء الله اللي درت هذا النهار هانتوما معايا. حمزه ولا مياء؟
كما كتشوفوا البنات تبارك الله الحلاوي موجودين على الاشكال والانواع، كل شيء داير له 70 درهم للكيلو وواقيلا 40 درهم. المهم الشكل ديال الكاطو بالنسبه للعيالات اللي ما كيبغوش يصايبوا الحلوى راه موجود الخير تبارك الله في المدينه. البنات حنا جينا نتغداو والدراري جاهم الجوع، غادي نتغداو في هذا المحل. هذا كاين في شارع كينيدي، راه كيدير داكشي زويون. المهم اي حاجه بغيتوها كتكون فيه. المهم نتغداو ونتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات حنا جينا لكارفور، بغات لمياء بنتي تشوف شي حوايج هنا في مروه، لقينا شي حاجه زوينه. المهم انتم معايا البنات، حنا جينا لمروه ندخلو نشوفو الا لقينا شي حاجه ان شاء الله. انتم كيف ما كتشوفوا البنات الحوايج خارجين باللون صفر هذا العام هذا. المهم داكشي زويون. المهم انا ضربت لكم دويره باش تشوفوا شنو كاين في مروه. هانتوما البنات هذا المحل هذا راه كاين في كارفور. مهم عنده تريات شي حاجه اللي غزاله وشي حاجه اللي ما نتذكرش عليها، وفوق هادشي كله داير دي بروموسيون باثمنه يعني خياليه. داكشي غزال زعما الصراحه. مهم انا نضرب بكم دويره تشوفوا شنو عنده. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم ويتلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. يلا نخليكم مع تتمة الفيديو.